قدام مولانا بيبنوا بلدنا. عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يبني بيده يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا نبقى معاك من كل مكان، قوم واتحدى ظروفك يلا. لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان، نجاح سيدات مصر في إقامة مشروعات. خلانا في برنامج الجدعان نؤكد على أهمية رصد كل المشروعات اللي بتنفذها السيدات في مصر طوال العام. أي سيدة في مصر نفذت مشروع وشايفة إنها من الجدعان، فورا تكلمنا وهنزورها في مشروعها وهنقدم قصة نجاحها لمصر كلها وكمان لكل العالم. هنقول أن هذه السيدة تستحق بالفعل الظهور في برنامج الجدعان، وما أصعب هذا الأمر. إحنا بنقيم المشروعات اللي بنزورها وبنتأكد من أهمية ظهورها في برنامج الجدعان، وبالتالي الأمر ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض. النهاردة هنقدم لحضراتكم السيدة ياسمين مصطفى نصار، صاحبة العلامة التجارية سبحة. هي في الأصل من صناع الذهب والمجوهرات، هي ابنة مصطفى نصار صاحب العلامة التجارية الشهيرة جدا بي تي سي، أو مؤسس مجموعة بي تي سي الخاصة بالذهب والمجوهرات. ولكن السيدة ياسمين مصطفى نصار ذهبت إلى إقامة مصنع متخصص في تصنيع السبحة من الأحجار الكريمة، ولها في ذلك فلسفة خاصة جدا. كمان هنقابل النهاردة المهندسة المعمارية فاطمة وجدي، وهي متخصصة في تصنيع وحدات الأساس بنظام أو طراز البوهو الفريد من نوعه. حققت نجاح كبير جدا في مجالها، وأصبحت كل قطعة بتصممها بتغير من أفكار البوهو اللي معروف عالميا. حلقتنا النهاردة مشوقة جدا، أولا مع صانعة السبح الأولى في الوطن العربي ياسمين مصطفى نصار، وأيضا مع المهندسة المبدعة فاطمة وجدي. خليكم معنا. تشاهدون في حلقة اليوم دايما شايفة الأحجار بشكل مختلف، شايفة فيها إبداع الطبيعة. إيه اللحظة اللي قلتي فيها أنا هعمل علامة تجارية اسمها سبحة؟ السبحة نفسها بتحس بيها؟ طبعا. عارفة ده درس لكل أب، ازاي يشجع ابنه او بنته على الموهبه، يكتشف الموهبه بتاعته بدون الضغط. السدو هو التكنيك والمنتج بتاع النول، بتحس ان الموضوع ما يبقاش صريف اللفظ الزيطه. حضرتك تقدري بطرز البوه المختلفه دي وبالقطع اللي انت عاملاها تفرشي بيت كامل؟ تشاهدون الآن. دايما شايفة الأحجار بشكل مختلف، شايفة فيها إبداع الطبيعة. إيه اللحظة اللي قلتي فيها أنا هعمل علامة تجارية اسمها سبحة؟ السبحة نفسها بتحس بيها؟ طبعا. عارفة ده درس لكل أب، إزاي يشجع ابنه أو بنته على الموهبة، يكتشف الموهبة بتاعته بدون الضغط.
السيدة ياسمين مصطفى نصار الشهيرة بالحاجة ياسمين 36 سنة، وهي العضو المنتدب لمجموعة إيجيبت جولد، أشهر مصانع الذهب والمجوهرات في مصر، واللي أسسها رجل صناعة الذهب في مصر مصطفى نصار عليه رحمة الله، واللي كان دايماً سابق عصره. السيدة ياسمين مصطفى نصار ليها شخصيتها المتفردة جداً وروحانيتها اللي انعكست على شغلها وعشقها لصناعة الذهب والمجوهرات، ودفعتها لتأسيس مصنع السبحة. أيوة، السبحة اللي نعرفها كلنا وبنستخدمها في الذكر، لكنها مش سبحة عادية، لأنها مرصعة بالأحجار الكريمة والألماس والذهب والفضة والعاج واليسر والفيروز واللؤلؤ والزبرجد والأبانوس والكهرمان النادر. تخيلوا، يعني بتصنع أجمل وأرقى وأغلى السبح في العالم، وعشان كده هي رقم واحد في السوق المحلي وكمان على مستوى العالم. شيء مبهر فعلاً بتقدمه السيدة ياسمين مصطفى نصار وفريق عملها الجبار، اللي بيحولوا الأحجار الصماء الجميلة لعمل فني بديع في صورة سبحة، وبيدمجوا ما بين قدراتهم المذهلة في صناعة الحلي وخبرتهم في صناعة السبح، لدرجة إن في سبح بيصنعوها صعب اكتشاف إنها مجرد سبحة. والغريب فعلاً إنهم عمرهم ما بيستخدموا الأحجار الصناعية في السبح، لأن عندهم قناعة كاملة إن الأحجار الطبيعية بتشارك الإنسان في الذكر. سبحان الله بجد. السيدة ياسمين نصار رئيس مجلس إدارة مصنع السبحة التابع لمجموعة إيجيبت جولد، تخرجت في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا تخصص لوجيستيك سنة 2008، وتعلمت من والدها مصطفى نصار فن صناعة الذهب والمجوهرات وكمان إدارة المصانع وفتح الأسواق والتسويق، يعني اكتسبت خبرات مهولة، وده طبيعي وخصوصاً إن خبرات آل نصار في صناعة المجوهرات والذهب بتمتد لأكثر من 88 سنة. تعالوا نفهم منها أسرار صناعة السبح. خليني أبدأ معاكي عن العلامة التجارية سبحة. أي. حضرتك كلمتيني في نقطة مهمة جدا وغريبة جدا، أنت دايما بتصنعي السبح من المواد الطبيعية. مظبوط. قلتي لي دي بتحس بيك. مظبوط. يعني إيه السبحة اللي مصنوعة من مواد طبيعية بتحس بالتسبيح وبتشاركني في التسبيح؟ إيه الروعة دي؟ طبعا الخامات الطبيعية بتبقى يعني روح حية. الناس اللي متعودة على الذكر بالسبح بتحس بكلام ده حقيقي، يعني لما تمسك سبحة من حجر مثلا، خلينا نقول يسر، وتغمض عينك وانت بتسبح بيها، احساسك وشعورك بالخامة نفسها في ايدك وانت بتسبح بيها مختلف خالص عن ما تسبح باخشاب طبيعية زي الزيتون او مثلا الكوك. السبحة نفسها بتحس بيها؟ طبعا تتفاعل معاك في الذكر. انت وقعت في غرام السبح ازاي؟ ولا ده الحاج مصطفى وحضرتك كملتي؟ عايز افهم. طيب. عليه رحمة الله. رحمة الله عليه. والدي طبعا احنا في مجال الجولري والمجوهرات دوت من زمان، يعني احنا نعتبر انا الجيل الرابع، فطبعا الحاجات دي في حاجات موروثات بحكم الجيل بعد جيل في الصناعة وفي المجال المجوهرات دوت، فاحنا في حاجات موروثة، وفي جزء تاني بيبقى شغف. يعني أنا بشوف الخامات الطبيعية ديت بحب وشغف رهيب من صغري. يعني أفتكر من وأنا صغيرة كان والدي رحمة الله عليه يجيب لي أحجار مثلاً، هو جاي من الشغل بالليل، من إحنا والدي طبعاً من في الأول عادية ولا ألماس؟ لا لا، أحجار طبيعية كريمة مش ألماس، لكن أحجار طبيعية كريمة كان يجيبها لي. كنت أنا كطفلة طبيعي محبة مثلاً للأحجار ديت، وبنظر لها بروعة، يعني بشوف إن دي سحر الطبيعة. دايما شايفة الأحجار بشكل مختلف، شايفة فيها إبداع الطبيعة، يعني سبحان البديع دايما كده من وانا صغير. امتى كان التأكيد على أهمية إبداع العلامة التجارية المبدعة برضو سبحة؟ اهتمامي بالسبحة كان لما ابتديت أكبر شوية، يعني ابتديت مثلا في سن خلينا نقول 25 مثلا، كنت هاوية أحب أن أنا أجمع. صنعتي قبل العمر ده سبح؟
لا خالص خالص، كان مجوهرات بس. اه مجوهرات بس، حلي فقط حكم مجال العيله طبعًا. يعني طبعا فابتديت ان انا بجمع سبح، يعني مسافر مثلا السعوديه اداء عمره او حاجه اشتري سبح، اشتري جدا يعني بكميات، والحجر ده لا الحجر ده للحجر ده، وبقيت اجمع. ايه اللحظه اللي قلتي فيها انا هعمل علامه تجاريه اسمها سبحه؟ بصراحه جبت الاسم ده منين؟ انا ما كنتش متخيله ان انا هعمل حاجه بالحجم ده. يعني زي ما بقولك كده ابتديت، وبعدين ايه جبت كم عامل مثلا، قول اربعة ناس كل واحد في حتة معينة، زي مثلا حد مثلا بيعمل الحبوب، وحد بيلضم، وحد بيعمل احجار بيحط فيها فضة او كده. ابتديت اعمل 5-10 قطع ووريهم لبابايا ويشجعني يقولي كملي كملك. انا ما كانش في بالي خالص يعني ان انا اعمل اتخصص في الموضوع ده، يعني اكتشفت نفسي في الديزاين. الاسم حضرتك سالتني على الاسم، طبعا انا لي علاقه جيده بدكتور علي جمعه طبعا، مفتي ديار المصريه سابقا، فبما ان هو طبعا خبير في المجال مجال السبح، فعرضت عليه عاشق للسبح. اه طبعا ده هو مولانا يعني وشغلته. ايوه فقلت له مولانا احب ان انا اعمل يعني سبحه، وهو يعني الحقيقه ما بيبخلش عندنا باي استشارات يعني، وهو بسم الله ما شاء الله بحر علوم يعني. فقال لي انا افضل انت تسميها سبحه. فطبعا والدي شجع جدا وقال لي يلا جهد افتحي براند، ويلا يلا انا هعمل لك مكان تقدري تعملي زي مصنع صغير. ده درس لكل اب ازاي يشجع ابنه او بنته على الموهبه، يكتشف الموهبه بتاعته بدون الضغط، بدون اعمل ده، بدون أيوه. حتى التوجيه في الموهبه. ايوه هو عنده الحته دي جدا. ممكن تكتشفي وانت ماشيه في مكان حجر فريد في صحراء مثلا في زياره طبعا، وتعرفي نوعه طبعا واستخدامه. مظبوط مظبوط ما شاء الله. ايه ده بس دي الاف الاحجار. الطبيعه سخيه جدا يعني، الطبيعه فيها كم هائل من الجمال والابداع الرباني في خلقه. خلي بال حضراتكم، السبح اللي بتصممها وتنفذها السيدة ياسمين مصطفى نصار كلها قطع نفيسة جدا، لأن في قاعدة ملتزمين بيها، الغالي مع الغالي يدي قيمة عالية للمنتج، وبالتالي طريقة تسويقها مختلفة لأنها بتتعرض للبيع في أشهر الفنادق في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وفروع إيجيبت جولد. والغريب إن السياح وخصوصاً العرب من أكثر الفئات اللي بتقتنيها، هي بتتباع كقطع فنية وكهدايا قيمة لمن يدرك قيمتها. إحنا عندنا مدرسة عظيمة جداً تمام. اسمها المدرسة التطبيقية التكنولوجية أيوه. إيجي جولد أيوه. والد حضرتك عليه رحمة الله نظره ثاقب جداً. مصر محتاجة ما يقرب من 400 مدرسة تكنولوجية تطبيقية صحيح، بتخرج أولاد نادرين صحيح في مختلف الصناعات صحيح. هو تحمس وده واضح من هذه الصورة، أي ضحكته تبرز مدى شغفه بهذه المدرسة واهتمامه بطلبتها صح؟ مظبوط. استفدت من المدرسة دي؟ جدا طبعا. إحنا المهنة بتاعتنا ما فيهاش يمكن فنيين متخصصين دارسين في المجال دوت خلينا نقول بحرفية أكتر أو بدراسة يعني، كلها حاجات اللي هو نقدر نقول مش فني، صناعي في السوق. فإحنا كان عندنا صناعي يثقل بالذهب طبعا هو فنان، لكن كنا محتاجين حد يكون دارس الموضوع دراسة أكاديمية أكتر مع إثقاله بالخبرات اللي احنا عندنا في المجال. عملنا بروتوكول تعاون في مدارس تطبيقية اللي هي بتوفر لنا العامل ده اللي هو عنده حب وشغف بالصناعة والفن دوت، وبيتعلم موضوع بقى بطريقة أكاديمية. برضو لفت نظر حاجة مهمة جدا، ياسمين مصطفى نصار متخصصة في الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، عملت مصنع إيجي سيلفر للفضة. أي إشمعنى الفضة اللي اخترت برضو تشتغل عليها؟ الحمد لله إحنا ابتدينا بالذهب ويلي الألماز، وبعد كده زي ما حضرتك ذكرت السبح ومصنع العلب والفضة كمان. إحنا كان محاولاتنا فيها يمكن من التسعينات ورجعنا لها تاني سنة 2018، فدينا مصنع الفضة اللي هو إيجي سيلفر. عملنا منتج
هول سيل او جمله، بنصنع البراندات كتير جدا في مصر بفضل الله على مستوى الجمهوريه كلها، بنورد لهم الديزاينات اللي هم حابينها، كل براند باللاين اللي هو عايزه او بالفكر والذوق اللي هو شايفه، لانه في الاول في الاخر ده رؤيه شخصيه لكل فنان او لكل صاحب براند عايز يعمل لاين باتجاه معين ببصمته هو، بنوفر له يعني بتصنعها للغير طبعا في ايجي سيلفر طبعا طبعا. تعالي بقى نتفرج على الاحجار يلا بينا اللي بنصنعها منها السبح. ايوه لأن أنا شخصياً مذهول من كم معلوماتك في الأحجار. أنا سعيدة يعني بحب حضرتك للمجال يعني. تعالوا بقى نتعرف على أنواع الأحجار الكريمة النادرة اللي بتستخدمها السيدة ياسمين مصطفى نصار في تصنيع السبح بجميع أنواعها وإزاي بيشتغلوها. وبالمناسبة أشهر عاملة خراطة في مصر بتصنع السبح هي شروق محمد، وطبعا هي تخرجت في مدرسة إيجيبت جولد التطبيقية للذهب والمجوهرات اللي أسسها الحاج مصطفى نصار والد السيدة ياسمين. مش بقول لحضراتكم كان سابق عصره. السيدة ياسمين مصطفى نصار، أيوة، الظاهر لأي حد يشوف الكلام ده سبحة عادية. مظبوط، ولكن في حياة الأمر دي مش سبحة عادية. لا مش عادية خالص، دي سبح فيها مجهود عظيم جدا، فيها فن كبير جدا، ومطعمة بالذهب بالألماس بالفضة بالمرجان بالياقوت. أحمدك يا رب، احكي لنا ايه الإبداع ده. طيب احنا عندنا هنا مجموعة تشكيلة يعني من كان عايز أعلم الناس الحجر أكيد، وبنحوله إزاي العمل إبداعي. أكيد أكيد. يعني احنا عندنا مجموعة هنا، مثلا خلينا نقول الحجر الأزرق ده حجر لابيس، اسمه لابيس لازولي، هو حجر بيطلع من أفغانستان، بيطلع بالشكل الخام ده، هيك شايف كده. هو بيلمع وشكله بديع. هو اللمعان اللي فيه ساعات احيانا يجي فيه خطوط ذهبي كده، اللمعان دوت بيكون من الكابر النحاس، فبيظهر في الحجر بالطريقه دي، بيديله يعني لمعه في منتهى الروعه جدا، سري جدا جدا. فبنقدر بنعمله حبوب، بيبقى معانا مثلا حبوب كده، نعمل حبوب كده السبحة دي مثلا، ده ديزاين أحجار طبيعية. أحجار طبيعية وده فضة اللي فيها ده مش كده؟ مظبوط، ومكتوب عليه آية قرآنية. لا ده فضة، ومعمول الفضة دي بالمينا بشكل ده، حضرتك شايفه اللي تحت. اسمه ايه الحجر ده؟ لابيس لازولي. لابيس لازولي. في منه كمان حاجة بالشكل ده، دي سبحة مختلفة شوية، 33 مش 100، بدون عددات بقى. هو قدر ازاي يدخل حجر جوه الفضة بالشكل ده؟ بيصب عليها الحجر مثلا ويصب عليها الفضه؟ لا ده دي بقى فيها فعلا بيظهر فيها بقى التكنيك والفن بتاعه العامل، ان هو ازاي بيحول حبايه من زي دي مثلا فليكن، ان هو يدخل فيها احجار كريمه. ده بيعمل شاسيه فضه اصلا؟ بالظبط، هو شاسيه فضه زي ما حضرتك قلت عليه. وبالظبط، وبيدخل فيه الاحجار، يقص كل حجر على قد مقاس المساحه اللي عنده وبيركبها حبايه حبايه. لا فوق الادراك يعني. دي سبحة بقى في منتهى الروعة. طبعا محبين الكهرمان، كهرمان حاجة زي ما انت عارف، الكهرمان ده يعني ايه زي بيقولوا ذهب البحر. الكهرمان ده ليه عشاق كتيرة جدا. الحجر ده من الأحجار الجميلة جدا، هو عبارة عن سمخ بيطلع في أشجار معينة، بعدين بينزل تحت البحر مع التغيرات الجيولوجية وكذا، بيطلع بقى بيحدفوا البحر بعد كده على الشواطئ من بحر بلطيق. يعني بحر بلطيق هو اللي بيطلع لنا الحجر البديع ده. عايز اعرف ده ايه دوت، يعني نقدر نقول ان هو انت ما ترديش على طول، ليه لازم تحسيها كده؟ طبعا، ان انا النهارده الخامات ممكن يكون في تشابه ما بينها وبين بعضها، كثافه الحجر زائد الملمس بتاعه بيحسسني بنوع الحجر، اقدر اقول لك ده كذا بعد ما احسه او اكني بدوقه كده. يا سلام. طبعا. ايه الحجر الفظيع ده؟ ده اماتست. ايه اماتست؟ وايه ده؟ دي سبحته؟ مظبوط، ده اماتست. احنا طعمناه بالخشب الزيتون. اماتست طبعا حجر بيطلع من البرازيل. البرازيل؟ بس البرازيل تجيبي حجر؟ بتوفق ازاي ما بين الشغل ده وما بين حياتي ومنصور ومصطفى اولادي وصالح ابني برضو والزوج ابني؟ خلي بالك صحيح. هتعملي ايه؟
يعني أنا أول ما دخلت في المجال ده خصوصا يعني خلينا نذكر السبح بشكل خاص لأنه يعتبر أنا أسست الحتة دي من أول السكراتش يعني زي ما بنقول. فطبعا أخذت مني في الأول وقت ومجهود كبير، فكان الحقيقة كان جزء كان بيدعمني، يعني ما كانش فكرة إن هو لا أنت تأخرتي أو يا أنت فين كل ده أو مثلا إحنا محتاجينك في البيت أو كده، لا كان بيدعمني وكان معايا بيسابورتني قوي فكرة السبحة. يعني كان دايما يقولي لا برافو شغل حلو، انت محتاجة تضيفي حاجات زي كده في السوق، السوق محتاج حاجات زي كده، كملي. يعني دعمه ليا ده خلاني احس انه انا لا انا مش مقصرة، وده شيء مهم. السوق كمان طبعا لان هو يعمل فيه الذهب ايضا، صح مظبوط، في نفس المجال، فبحكم عمله في نفس المجال فهو بيحتك بالبرودكت اللي هو زي السبح والاحجار الكريمه، لانه ماشي رايح جاي في السوق بيشوف السوق فيه ايه، فبيرجع لي فيدباك فبيقول لي بالتالي لا ياسمين انت بتعملي حاجات مش موجوده في السوق، استمري كملي. مصطفى ومنصور ايوه وقتهم امتى؟ إن إحنا مواعيد الدوام بتاعتنا مثلاً بتكون من 9 صباحاً لحد 9 3 أو 4، فده بيكون الولاد في المدرسة مثلاً بعد الظهر بمارس بقى معاهم طبيعتهم الحياتية اليومية زي تمارين أو حياتهم. بتروحي معهم تمارين الدروس تبقى قاعدة موجودة أكيد. تتابعهم في المدارس أكيد يعني أكيد. مش حاجة اسمها أصل أنا مشغولة فممكن إن المربية هي اللي تروح، لا ما الفكرة دي مش فعلتنا أصلاً. بتروحي بنفسك المدارس طبعاً. بروح مدارس معاهم، بروح معاهم تمارينهم، لان هم كمان بالنسبه لي يعني هو انا الديوتي بتاعتي صحيح في السبح وفي المجال المجوهرات وكده، لكن دوري كأم طبعا موجود، يعني ده اساسي من الادوار اللي انا يعني حريصه جدا على ان انا اعملها باحسن وجه. يعني السيدة ياسمين مصطفى نصار هي حرم السيد صالح البلاع، وهو من تجار الذهب والمجوهرات وصاحب محلات سبيكة الشهيرة جدا في منطقة الحسين، وربنا رزقهم بمصطفى 14 سنة ومنصور 7 سنين. تعالوا نسمع هيقول ايه عن حبيبة عمره وشريكة حياته السيدة ياسمين مصطفى نصار. ياسمين كانت أعرفها من زمان وهي لسه طفلة صغيرة، كان معرفة عائلات، كان والدي الله رحمة الله عليه كان صاحب عمها وأبوها، والحمد لله النهاردة بقالنا 15 سنة متجوزين. ياسمين ابتدت شغلها في سبحة من تقريبا 5 سنين، ابتدت تبص للي انا اقدر اعمل حاجه زي كده، مزجت علاقتها بحبها للاحجار بشغلها، ابتدت ياسمين تتفنن في الاحجار وتدرس الاحجار الوانها وعلاقتها وازاي تعمل سبحه بطريقه مختلفه غير الموجوده في الاسواق بطريقة جديدة، والحمد لله بقى النهاردة اسم سبحة من أحسن سبحة في العالم، السوق كله بينظر له النهاردة بنظرة إنه هي حاجة مبتكرة. ياسمين نجحت في شغلها علشان هي بتحبه، وده اللي بتحاول تنقله لمصطفى ومنصور علشان تثبت لهم إن فعلا لما حد بيحب حاجة بينجح فيها يقدر يعملها بشكل كويس وشكل متميز. انعكس الكلام دوت على أولادي على مصطفى ومنصور، لأن شافوا مامتهم إن هي عملت مشروع من هو صغير وابتدى يكبر قدامهم. أما عن حياتنا الخاصة فياسمين زي ما هي مركزة في شغلها، هي مركزة في بيتها وتفاصيل حياتنا وتفاصيل ولادها، وربنا يحفظها لينا. تشاهدون بعد الفاصل. السدو هو التكنيك والمنتج بتاع النول، بتحس ان الموضوع ما يبقاش سوري في اللفظ الزيطة. حضرتك تقدري بطرز البوه المختلفة دي وبالقطع اللي انت عملها دي تفرشي بيت كامل؟
تشاهدون الآن. السدو هو التكنيك والمنتج بتاع النول، بتحس ان الموضوع ما يبقاش سوري في اللفظ زيطة. حضرتك تقدري بطرز البوه المختلفة دي وبالقطع اللي انت عاملها دي تفرشي بيت كامل؟ المهندسة فاطمة وجد سليم هي مؤسسة شركة سادو للأساس والديكور من طراز البوهو البديع جداً، واللي بقى ترند النهاردة في العالم كله لبساطته الشديدة جداً وجمال تصميماته الهاند ميد واعتماده على الخيوط والحبال في معظم وحداته. المهندسة فاطمة وجد سليم اتجهت لتأسيس شركة سادو سنة 2019، ده بعد مشاركتها في تأسيس مركز للحرف اليدوية كان فيه ورش تعليمية لتصنيع قطع أساس وأكسسوارات وإضاءات مبهرة من أبسط الخامات، ووقتها أبدع المتدربين في تصنيعها، وكان من بين المتدربين أولادها هنا 16 سنة وياسين 13 سنة ولين 8 سنين، ربنا يحفظهم جميعاً. وكان استشاري مركز الحرف اليدوية هو الدكتور أحمد سيد عبد الرسول أستاذ العمارة بهندسة شبرا، وهو زوج المهندسة فاطمة وجد سليم. وهبت رياح الكورونا واتقفل المركز للأسف، ولكن كان قرار العائلة هو تأسيس شركة مهمتها نشر أفكار طراز البوهو ومنتجاته البديعة بصورة مبتكرة. ونجحت الفكرة وبقت النهاردة شركة سادو من أشهر أماكن تصنيع وحدات الإضاءة والإكسسوارات والأساس من وحي طراز البوهو، وكمان افتتحت مشروع هايل مركز سادو لبيع الإكسسوارات والإضاءات في ديستريكت 5، وكل ده في أقل من 5 سنين. تعالوا نقابلها في مركز سادو لتصميم أفكار طراز البوهو اللي تميزت بيها. اتعرفنا على حضرتك في معرض تراثنا، وبجد كنت مختلفة. الخامة الرئيسية لشغل حضرتك هي الخيط بجميع أنواعه، ولكن أبدعت منها كل اللي حوالينا ده. براحة كده فهمينا بقى، دخلت المجال إزاي وأنا درست إيه، وش معنى البوهو اللي اخترته وإزاي نجحت كده؟ أنا فاطمة مهندسة معمارية، اتخرجت سنة 2005 من كلية هندسة شبرا، اشتغلت في مكاتب استشارية تصميم وتنفيذ لحد من 5 سنين. بقيت في شركة تطوير عقاري اللي هي شركة مراكز، اللي هي اوريدي الاونر بتاع ديستريكت 5، وده اللي خلاني اختار ديستريكت 5، لان هي انا قادرة اشوف قد ايه المكان كوميونيتي دايناميك، وقد ايه الكوميونيتي مصدق في اللوكال براندز وان هو بيسابورت ذم قد ايه. ابتدينا في 2019، كنت مشاركة أختي الكبيرة، هي مدربة محترفة للحرف اليدوية، فعملنا المؤسسة دي واشتغلت معها. إن أنا شاركتيها؟ شاركتها في المؤسسة، كنت من الأعضاء المؤسسين ليها يعني، واخترت معها الاسم وعملت لها اللوجو بتاعها. ولما كان أي ورشة بقى نبتدي نفكر الورش هتبقى إيه، أنا أصور الورش، السيتاب يبقى عامل إزاي. وحضراتكم كنتوا بتعلموا الناس الحرف اليدوية أو بتنموا مهاراتهم وفي نفس الوقت تسوقوا لهم إنتاجهم؟ لا، ما كناش وصلنا للمرحلة دي، كان دي من البلان بتاعتنا، أفكار المطروحة. أفكار المطروحة، بس يعني القدر ما أسعفناش قوي لأنه جت كورونا، وطبعا الموضوع ده توقف تماما، يعني ما كانش فيه اي فرصه لان احنا يبقى فيه ورش فيس تو فيس يعني من الناس. فبدات فكره ان احنا ليه ما نبقاش براند، وبدات كلمه سدو تتبلور في دماغي انه ليه ما تبقاش البراند بتاعتنا اسمها سدو. جبت منين السدو دي؟ السدو هو التكنيك والمنتج بتاع النول. النول اللي احنا عندنا استيده، الخيوط المشدوده، والهام اللي هو بيبتدي الخيوط اللي هي تبتدي تمشي عليه، تبتدي تتعشق مع بعض وتبتدي تعمل الزخارف والاشكال. فالبرودكت ده او المنتج ده اسمه سادو، والتكنيك نفسه اسمه السادو. فاعتمدت الاسم وحبيته جدا، وابتديت حتى اشتغلت على اللوجو بتاعه، انا اللي عامله اللوجو بتاعه، علشان حتى اللوجو بتاعه عباره عن غرز كده داخله في بعضها بطريقه ما شكلت الحروف بتاعه الاسم يعني. وابتدينا بقى عندنا اسمنا سادو،
وبقى عندنا بيج. ده إلى جانب عملك كمهندسة إلى معمارية. إلى جانب عملي كمهندسة معمارية وجانب أحمد عمله كدكتور في الجامعة. إشمعنى البهو اللي اخترت تشتغل عليه كحرفة يدوية؟ أنا كنت مهتمة قوي بال بمجال عملي أوريزي كمهندسة معمارية، كنت مهتمة قوي بالحاجات الديكورات، وكنت قلق حاجة للي احنا بنعمله ده بالخيوط والحبال هو البوهيمين ستايل، لأنه حاجات كلها مواد طبيعية، شغالين بالقطن، شغالين بالخيش، الألوان اللي هي شوية مريحة للأعصاب. وده كان فارق معايا، إنه أنا مش بقدم منتج للبيع قد ما أنا بقدم كونسبت وستايل متكامل يبقى الواحد حاسس شوية ان هو بيعبر عنه. فكان فارق معانا قوي انه علشان البني آدم يحس الاحساس ده دايما لازم يبقى المحاط بحاجات ليها علاقة بالطبيعة، مواد طبيعية، اخضر كتير، الوان هادية، وده الى حد كبير بيعبر عنه التو ستايلز اكتشلي، الستايل البوهو وستايل المينيماليزم. بس البوهو بيغلب عليه بقى المواد الرف شوية، الأخضر أكتر، مش عارف إيه. فحاسة إنه ده الستايل اللي كنا شايفين نفسنا فيه، أو مش شايفين نفسنا فيه وما كنت تجهنالوش عن عمد، قد ما هو كان هو ده اللي بيستجيب لأفكارنا والبرودكتس بتاعتنا بطريقة ما. إحنا هنا في الورشة مش كل الشغل بتعمل هنا، أنا شايف هنا شغل الخيوط، ولكن عندك خشب وعندك حاجات كتير وعندك فخار. أنت بتشغالي معاكي كام ورشة؟ احنا ابتدينا فعلا زي في الاول بالمكرميات والخيوط والكروشيه والكوشنز والروجز كل ده بيتعمل هنا. كل ده بيتعمل هنا بس طبعا علشان اعمل مثلا الفريمز الحديد اللي هنعمل عليها الحاجات دي لازم اروح لورشه حديد، ابتدي اعمل كرسي لازم اروح لورشه نجاره، ابتدي اعمل شغل بامبو بيكمل اللوك ده لازم اروح لمصنع بامبو، حد بتاع الفخار بالذات في خلال السنه اللي فاتت دي احنا كنا شايفين ان الفخار لازم يبقى موجود بقى بحضور اقوى في البراند، لان الفخار بيكمل اللوك ده كله، مش لازم يبقى الباسكتس كلها تبقى الحبال بتاعتنا، لا ممكن يبقى فخار وبوتس فخار، وانها تبقى رف، تبقى الماتيريال بتاعتها باينه ان هي مش جلوسي يعني وبتلمع وبتاع، لا ممكن تبقى حاجه زي دي كده حضرتك، زي دي كده مثلا. ودي كانت يعني عملناها مع حد في الفسطاط وأوريدي لاقت نجاح كويس جدا، حسنها أصلية طالعة من مكبرة فرعونية مثلا بالضبط. فإحنا أوريدي ديزاينز موجودة والناس قادرة تعمل، يعني الناس كحرفة الناس قادرة تعمل حاجات كتيرة قوي. خلي بال حضراتكم من المنتجات البديعة اللي بتصنعها المهندسة فاطمة وجد سليم، المقاعد الخارجية والداخلية من الخشب، والهاموك أو السرير الطائر، والسراير الخشبية، وغرف السفرة الداخلية والخارجية، والبرجولات، وشماس البحر، والكوشنز، والإضاءات، والكرفانات، وكمان المكرميات، والخامات الرئيسية في التصنيع هي الحبال والخيوط والأقمشة من الكتان والقطن والخيش والأخشاب بأنواعها. برافو بجد. عارفة أنا مبسوط من إيه؟ إن دخولك كمهندسة متخصصة فاهمة بقالك سنين بتشتغلي على الشغل ده لمنطقة الفسطاط لورشة نجارة، مفيش حد نجار يعرف يعمل الكلام ده غير لما يكون وراه مهندس فاهم وبيقول له اعمل لي 1-2-3 بالمقاسات دي ويراجع وراه، ونتعب قوي على ما نوصل اللي احنا عايزينه، صح ولا لا؟ ده حقيقي. عليك طورت الناس دي ازاي؟ فضلت وراهم تشتغل ازاي؟ احنا اي حاجة بنعملها لازم بنعمل منها موكب، يعني بنبتدي نعمل سامبل كده نشوف الدنيا عاملة ازاي. حتى يعني في الكرسي اللي موجود ده مثلا اتعمل منه 2 او 3 سامبلز قبل ما نوصل للنسب المظبوطة، تبقى مريحة مع الخيط، تبقى مريحة مع يعني فليكسابيليتي بتاعتها بتاعت الخيوط معاها مع الحبال مع الخشب مع الكلام ده كله، تبقى كلها مظبوطة. وده بيفضل رايح جاي، يعني بنينا تراست بقى مع المصانع دي انه او الورش دي ان احنا هنجرب وانت هتاخد فلوسك كاملة وانا معاك للاخر لحد ما نوصل والناس قبل التطوير جدا طبعا. حضرتك تقدري بطرز البوهو المختلفه دي وبالقطع اللي انت عاملاها تفرشي بيت كامل؟ احنا بنحاول نكسباند، يعني عملنا القصه دي سبيس كامل اتفرش كله بان هو يبقى بالستايل ده، وبالعكس احنا بنقعد نقول لهم طب بلاش خيوط كتير، احنا عملنا مثلا بيس كلها خيوط ومكرميات، خلينا نعمل بقى بيس تبقى خشب وتبقى كوشنز عاديه وبتاع، فتحس ان الموضوع يبقى ما يبقاش سوري في اللفظ زيطه، يعني ما يبقاش أيوة. الموضوع لا هي لازم العين ترتاح في حته، لازم في حته كده العين تبقى مرتاحه، قماش فابريك ساده جدا ممكن يبقى عليه باترن بسيطه بتاع، بس الموضوع يبقى كله هيموجينيس مع بعض.
بيفرق جدا انه يبقى الكلاينت واثق ان انا في الاخر هطلع له الديزاين اللي هيريح له ده او اللي هيريح له عينه ويدي له الوظيفه دي. قسمي لي بقى مهام العمل ما بين حضرتك وما بين الدكتور احمد عبد الرسول. صعبه التقسيمه. الراجل مش فاضي بس يلا في ظهرك. هو التقسيمه صعبه بس خلينا نقول سامبلي يعني انا عندي الجزء اللي هو بتاع البيزنس ديفلوبمنت وان انا اشوف فيكنسيز جديده للتطوير بتاع البيزنس والديزاينز الجديده والكلام ده كله والفوتوغرافي بقى والستوري والكلام ده كله. احمد هو الشق التقني او خلينا نقول المدير التنفيذي بقى للمشروع لانه هو احمد في الاخر انا بعمل الديزاين لازم يعتمد من احمد ان ده ينفع ننفذه بقى بالطريقه وخاماته موجوده ويصلح وخاماته للصناعه موجودة. لا والله هو مش وليس شطحات من المهندسه فاطمه وجدي. ايوه حاجه زي كده. أيوة. يعني هو عادي جدا ممكن يجي يقول لي لا اللي انت بتقوليه ده مش هينفع بالنسب دي. الجزء الهندسي اكتر والتقني انت بتجري ورا فكره وجمال هو بيجري ورا هندسيا مظبوط. ازاي امتى هو يقدم لك القطعه دي ويقول لك تعالى نبدا في دي هتكسر الدنيا لما نصممها؟ لا والله اوقات بيعمل كده بس يمكن عشان هو مشغول اكتر بالتفاصيل التانية انا اللي دايما اقعد بقى اقول طيب ما تيجي ندخل البروجكت بخلاف شغله الجامعي كاستاذ جامعي بخلاف شغله الجامعي بالظبط بالظبط خاصه ان احمد من الناس اللي فيري ديديكيتد يعني قليل جدا في حياتي اللي قابلت حد ويمكن هو اشدهم بغض النظر عن شهادتي مجروحه بس احمد متفاني جدا في اي شغل هو بيعمله يعني بيديله طاقته 100%. البيت والدكتور عبد الرسول والمحل وشغلي في مراكز والورشه كل ده بتوفيه بينه ازاي؟ بص هو انا شايفه دايما انه اكتر حد دافع تمن ساده هم اولادي. اولادك؟ اه يعني هم ابطال البراند لانه انا واحمد بنغيب عنهم كتير جدا. بنتي الكبيره معتمده يعني انا دايما اقعد اقول لها كده مش بتصدق ده يعني بس انا بقعد اقول لها نفسي وانا صغيره كنت ابقى شاطره كده زي شخصيه معتمده على نفسها قادره تذاكر لنفسها تهندل اخواتها تظبط الدنيا. هي ما شاء الله شاطره جدا في الموضوع ده. ممكن جزء كبير من الموضوع ان احنا حملنا عليها من بدري يعني ما بين شغلي بقى وجزء كبير من التوفيق ده يعني ان احمد مش حاطط عليا البريشر ده انه احمد مش محسسني طول الوقت انه مش لازم يبقى في اكل كل يوم في البيت ان انت لازم تبقي عامله اكل كل يوم في البيت ان انا ابقى متواجده طول الوقت يعني احسن على احسن ما يكون. هو متفهم ده ومقلل عني الضغط ده يعني انا عندي الضغط ده اوريدي على نفسي هو مقلله عليا ان هو محسسني انه اتس اوكي ما فيش مشكله عادي ما تقلقيش بيطبطب بصراحه عايز اتحرك مع حضرتك على الديستريكت 5 عايز افرح الناس باول مكان بيعرض المنتجات الروعة دي. تسلم ايدك بجد. تسلم شكرا بيدي. لحضرتك يلا بينا. دلوقتي هنزور مع المهندسة فاطمة وجد سليم مركز سادو لبيع تصميمات شباب المبدعين من المصممين للأساس والإكسسوارات والإضاءات والكليم والفخار في ديستريكت 5 وبجد رائع ومتميز وفكرته حلوة. المحل بتاع حضرتك مفاجأة لينا. انت مش بتعرضي منتجاتك بس، انت جمعتي فنانين مصر اللي بيعملوا كل حاجة من روح شغلك وقدمتيهم معاكي. شكلك عانيتي. عشان كده لما عملتي مكان حلو قلت لازم الناس دي اساعدهم، صح ولا لا؟ ده حقيقي. طيب احكي لي بقى ايه الحاجات الحلوة قوي دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي مصريات الحاجات دي؟ ده كله مصري. ممكن تقول لنا ايه الحاجات الحلوه دي؟ دي مثلا اول حاجه دي براند انا صحابي اسمها شجره. الشجره دي قصتها جميله جدا ومن اكتر الحاجات اللي كانت بالنسبه لي ملهمه يعني. مكانها فين؟ محافظه ايه؟ في مصر والسيده زينب. هو اكشلي في السيده زينب الورشه بتاعتهم. هم بيصنعوا الحاجات الفابريك بتاعهم في اخميم. ممكن توريها لي؟ بيعملوا بيعملوا بالظبط وبيعملوا قطن وحرير والحاجات المطبوعات دي مطبوعه بتبقى ستامبات كده معموله بالكلي ستامبه هاند ميد وبتطبع يعني بالايد. وفي بنات شغالين ان هم بيمسكوا واحده واحده جنب بعض يبتدوا يطبعوها وحتى الالوان كلها ناتشرال يعني بظهور طبيعيه وبحاجات طبيعيه عاملين الالوان دي ويبتدوا يطبعوا بيها فكل الحاجه 100% طبيعيه ما فيهاش اي نوع من انواع ده يستخدم في ايه بقى؟ ده يستخدم كده يبقى ثرو على الصوفة. ممكن يتعمل بيه كوشنز وهم اوريدي عاملين ده وموجودين في المعرض. عندهم افكار لا نهائيه من الاستخدام ده. دي من اخميم سوهاج مظبوط وبتاليفيت السبيس اللي هي محطوطه عليه بصراحه. برضو معانا دكتوره
دكتورة أسنان دكتورة سهر بتعمل الحاجات دي ستانلي ستيل وبتبتدي تعمل عليها ريزن إيبوكسي تديها التكستشر ده وبتحطها في حتة تانية بصراحة بالألوان دي. دي بقى أكيد الناس أغلب الناس اللي عارفين في الهاند ميد سامعين عن فن الباتيك. الباتيك آه طبعا ده زي طباعة قماش؟ الطباعة على القماش أو رسم على القماش بالشمع. فمثلا القماشة دي إحنا اتصبغت أولا بالأصفر وبعدين اترسم على الدوائر دي بالشمع وبعدين اتحطت في الاسود فبدات الاسود ده يظهر والشمع بيعزل. الشمع بيعزل بالظبط ويبتدي يبقى فيه الرتوش الصغيره دي اللي تحس انها ناتشرال قوي. يعني انا بيفرق معايا قوي ان الحاجه تبقى باين فيها تاتش كده ايه مبين قد ايه هي طبيعيه. ممكن اعرف عملت دول فين الفخاريات اللي ورا دي سواء اللي عليها جليز او اللي هي اللي عليها جليز دي؟ دي دكتوره منى برضو اللي عملت معايا المجات هي اللي عامله الشغل ده. الفازات اللي هي جليز دي كلها هي اللي عاملاها بالوانها. الكبيره دي ايه؟ الكبيره دي من ورشه في الفسطاط كانت اوريدي شغاله بتشتغل الشغل ده واحنا خدناه وعملنا له ستايلنج بقى بالخيش وبالزرع ده. ايه الابداع ده؟ دي خشب كور خشب انا حبيت ان عملتها مع مع نجار عادي وعملت بيها السبح وحبيت ارسم عليها. يعني تبقى كل بيس من دول مختلف عن البيس التانية. وابتديت ان انا اشتغلت كام رسمه والتيم بتاعي بدا يشتغل. دي من شغل نهى هي اللي عامله النهال سوري هي اللي عامله الكلام ده وانا شايفه انها مبدعه الصراحه جدا فيها. فده من اور برودكتس. يعني مين اللي عمل الترابيزه دي؟ مهندس معماري مهندس صلاح مراد. انت بتلاقي مهندسين معماريين بس؟ لا خالص والله. ادي لنا برضه فرصه للحرفيين. هم شاطرين نعمل ايه؟ طيب. هو اللي عامل الشغل ده. انا اتعرفت عليه في تراثنا بصراحه الشغل بتاعه كان هايل زي ما حضرتك شايف كده. وكنت شايفه فيه بوتنشال ان هو حد بيركز في التفاصيل فيقدر يطلع برودكتس نيت وحلوه. تعالوا بقى نقابل الدكتور أحمد سيد عبد الرسول أستاذ العمارة بجامعة بنها والحاصل على الدكتوراه في الأنساق البروكسيمية في تصميم الفراغات. واختصار الكلام المعقد ده هو أنه حصل على الدكتوراه في علم مهم جداً بيساعدنا على تصميم الفراغات بشكل وظيفي ويتلائم مع الخصائص الثقافية لكل مجتمع. وهيكلمنا عن حبيبة عمره وشريكة حياته المهندسة المعمارية فاطمة وجد سليم. ركزوا معاه. فاطمة يعني أنا تعرفت عليها في الكلية قضينا سنة ثالثة مع بعض كده في انسجام مبدئي وبعدين في آخر السنة الحمد لله تقدمت لها واتخطبنا وبعدين في سنة رابعة كملنا مع بعض بقى مشوار الطلبة المخطوبين بطبيعتها المختلفة على الحياة طبعا كانت تجربة مختلفة بالنسبة لي. وبعدين اتخرجنا مع بعض وبعدين قدمنا ماستر مع بعض في جامعة القاهرة وعملنا ماستر مع بعض وبعدين قعدنا سنة كمان واتجوزنا بعد كده والحمد لله توفينا دلوقتي عندنا أولاد حلوين في الحياة بتاعتنا. يعني أنا سدوة استقبلتها بشكل مختلف تماما عن تجربة فاطمة لأن أنا كنت مثلا المكان اللي كان بتعمل فيه ورش العمل أنا كنت بزوره باستمرار لأنه هو مكان يعني تابع لينا فكنت بشوف منتجات مختلفة بتطلع بنتي بتطلعها. أنا مش مصدق أن بنتي صغيرة في سن صغير بتطلع منتجات دي حاجات أنا شايف أنها إزاي ما تبقاش موجودة والناس تستمتع بيها مش مجرد بس في أماكن ورش عمل وخلاص بنقضي حاجة بتتعمل وتنتهي في وقتها. وبعدين فاطمة قالت طب ما تيجي نستثمر ده نحن نعمل منتجات نقدمها للناس وتبقى جزء من الحياة بتاعتنا والستايل بتاعنا. فالفكرة دي طبعا أنا يعني شبه انفعلت بيها وخلينا نفكر طب ازاي نعمل الموضوع ده ونفعله ازاي نحن اصلا ارتست. فابتدينا اصلا نشتغل على فكرة توظيف منتجات جديدة الناس اول مرة تشوفها والمنتجات دي ابتدينا نوسع النطاق بتاعها وعددها طبقا للحالات اللي بتجينا. يعني بعض الحاجات جاتنا تصميمات في أماكن صعبة جداً حلها فابتدينا نعمل ديزاينات منتجات تتحط سبيشال للأماكن دي فابتدينا الناس اوريدي تشوف المنتجات دي إنها إزاي يونيك إنها إزاي ممكن تبقى منتجات نقدر نستخدمها في أماكن مختلفة في أوقات مختلفة. لازم تحس بروعة تصميمات البوهو من فرط إتقانها في شركة سادو اللي أسستها المهندسة المعمارية البديعة فاطمة وجد سليم
وخصوصاً إنها بتعتمد كمان في إظهارها على نباتات الزينة الطبيعية، وبالتالي المكان اللي بيفوز بقطعة من تصميمها وهي اللي تتولى فرش المكان بالكامل، باختصار شديد جداً بيتحول لقطعة من الجنة. تسلم إيديكي يا هندسة بجد. تشاهدون في الجدعان ريل استيت. المعرض ما كانش بالنسبة لنا معرض ان انا اتفرج على الناس عرض ايه، اكتر كان ان انا معرض مع مؤتمر عايز اسمع الناس بتقول ايه في الجلسات. لو جيت بصيت على اكبر 1000 شركة في امريكا هتلاقي منهم مثلا 500 جايين من الريل استيت. لو ما حسبتش مظبوط في الاول مشروع هيبقى صعب جدا، هتتعب جدا لسنين وسنين وسنين. اللي النهاردة حجم مبيعاته التعاقدية تعدت تقريبا التريليون جنيه، كله دلوقتي رايح في اتجاه المحافظ، انك انت بتمول شركات التطوير العقاري في حد ذاتها. لازم نوجه الاهتمام للاستثمار في السكند هوم، فعلا ده فرصة للاستثمار في القطاع العقاري. تتكلم دلوقتي سعر المتر في الساحل الشمالي متوسط 100,000 جنيه. من اهم الحاجات اللي يعملها المطور ان لو ما عندوش مدير مالي قوي هيبقى في مشكلة كبيرة.